الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف النشرة، ونستضيف فيها الدكتور محمد العمراني بوخبزام المحلل السياسي، ونناقش معه مواقف الأحزاب السياسية من الإجراءات الحكومية لتدبير كورونا والمقترحات لما بعد هذه الجائحة. مساء الخير سيد الكريم. مساء النور سعد الله. يعني تبعا الأحزاب السياسية تقدم اقتراحاتها العملية لما بعد يعني حالة الطوارئ، بداية ما هي يعني قراءتكم الموضوعية في هذه الاقتراحات؟ هو ربما هي مبادرة جد مهمة، لأن من المفروض الأحزاب السياسية أن تقدم تصوراتها حول بعض القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. لذلك على هذا الأساس صراحة لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك حركية إيجابية من قبل العديد من الأحزاب السياسية المغربية التي أصبحت تتقدم بمذكرات وتصورات حول العديد من القضايا. هذه الدينامية فرضتها الآن طريقة التدبير التي يفترض فيها أن تكون تشاركية، وهنا نعتبر أن ما قامت به الحكومة في هذا الاتجاه من خلال انفتاحها على الأحزاب السياسية وعلى الهيئات النقابية وعلى المؤسسات الاقتصادية من أجل التشاور وأخذ رأي هذه الأطراف بعين الاعتبار أنها خطوة جد مهمة. لذلك هنا بعض الأحزاب بادرت الآن بشكل استباقي إلى تقديم تصوراتها حول الكيفية التي يجب تدبير مرحلة ما بعد كورونا. هنا أحزاب قدمت تصورات هي مرتبطة في الواقع، أعتبر أنها مرتبطة بإيديولوجيتها وبمرجعيتها، لم تتخلف عنها رغم أن الظرفية هي مستجدة، وهذا إيجابي بمعنى أن تلتزم الأحزاب السياسية المغربية بمرجعيتها السياسية وتشتغل وفق تلك المرجعية، فهذا أمر إيجابي. من خلال قراءة سريعة لثلاث مذكرات لحد الآن التي اطلعت عليها شخصيا، هي تلك التي تقدم بها حزب الاستقلال والتقدمات الشراكية وكذلك حزب العدالة والتنمية، رغم أنها مختلفة وهذا أمر طبيعي، ولكنها تبقى متوافقة فيما بينها حول أن المستقبل يجب أن يكون هناك عمل فيه الكثير من التشاركية، وخاصة أننا سندخل مرحلة لا يمكن أن تكون فيها مزايدات، لأن الكل في سفينة واحدة، أغلبية ومعارضة، والكل مطالب بأن يقدم رأيه، وكل رأي يجب أن يحترم طالما أنه هدفه وخدمة المصلحة العامة. كانت هناك يعني حركية إيجابية للأحزاب بخصوص هذه المرحلة، وكنا نتحدث عن تصورات ومقترحات وتعاقد سياسي لدى بعض الأحزاب، كما قلت الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية قدمت رؤى مختلفة لكنها متوافقة حول العام المستقبل. دعني أسألك عال أي دور الآن يمكن أن تلعبه للأحزاب السياسية في تدبير الجائحة وما بعد الجائحة؟ هنا ربما يجب أن نقر بمعطى جد مهم، هو أن الأحزاب السياسية كمؤسسات سياسية هي جد مهمة بالنسبة للبناء الديمقراطي وكذلك للعمل السياسي بصفة عامة. هنا الأحزاب السياسية رفعت كما قلنا، أو العديد من الأحزاب السياسية لحسن حظنا أنها رفعت من منسوب الفعالية لديها وانخرطت في التفكير الجماعي، هذا جد جد مهم. فبالتالي لاحظنا أن هذه الأحزاب بدأت تسترجع وظيفتها، خاصة وظيفتها الاقتراحية بالإضافة إلى وظيفتها التأثيرية التي هي جد مهمة، بالإضافة إلى دور الوساطة الذي يجب أن تقوم به في جميع الحالات. إذن هنا على مستوى المبادرة هنا أصبحنا نلحظ أن هناك إنتاج فكري مهم جدا بمستوى عالي، لأنه يقدم تصورات متكاملة حول كيفية تدبير حالة الجائحة المرحلة التي نوجد فيها وكذلك المرحلة المقبلة. فهنا عندما تكون لدينا هذا النوع من الأحزاب تكون هناك يرتفع منسوب الثقة في عملها وفي أدوارها، وهو للأسف الشديد ما كنا نفتقده في مرحلة من المراحل. الآن الأحزاب السياسية بدأت تسترجع الكثير من المساحات التي
تركتها في السابق أو تم دفعها إلى أن تتركها ربما، ولكن الآن بدأت تسترجع موقعها كقوة اقتراحية وبدت وكأن لها القدرة على أن تقدم البدائل، وهذا ربما أمر إيجابي يجب أن ندعمه وأن نتجاوز تلك الصفات التي في الغالب أنها كانت تبخس عمل الأحزاب السياسية وأنها كانت ترسم صورة سلبية حول هذه الأحزاب. بل الآن من المفروض أن نشتغل نحن بأن نضع تصورات ومذكرات الأحزاب السياسية رهن الدراسة والمقارنة، وأن نعمد بشكل إيجابي وأن نأخذ هذه الأفكار بجدية ونقوم بدراستها، لأن كما قلت الآن أصبحنا قادرين على أن نميز ما بين هذه المذكرات وهذه التصورات التي وضعتها الأحزاب السياسية لحد الآن، وربما أن في المستقبل ستكون هناك مذكرات صادرة عن أحزاب أخرى، لأن هذه البداية. ونعتقد أن كما كان ربما في المرحلة السابقة عندما بدأ الحديث عن نموذج التنموي الجديد، صارعت جميع الأحزاب السياسية بتقديم تصوراتها ومذكراتها إما قبل تشكيل اللجنة أو بعد ما تم تشكيل اللجنة، وهذه التصورات هي جد مهمة. الآن ربما الأحزاب اعتادت على هذا تصورك أستاذي، وعذرا على يعني المقاطعة، مسألة مهمة جدا. يعني قلت في بداية الكلام بأنك اطلعت على هذه المذكرات والتصورات الخاصة بالاستقلال والتقدم والعدالة والتنمية، يعني ما الفرق بين يعني هذه التصورات، يعني إذا أمكن، يعني لأنها في المجمل تريد رد الاعتبار للمقاولة المغربية ودعمها، تريد إعادة النظر في النظام المالي، تريد معالجة القضايا الاجتماعية الاقتصادية حقوقية أيضا، وأيضا إعطاء الجانب السياسي ما يستحق. بالفعل لماذا؟ لأن هذه الأمور أصبحت الآن متوافق عليها بشكل جماعي، فالكل الآن نتحدث عن الجانب السياسي، ضرورة إعادة بناء الثقة، نتحدث عن دولة الحق والقانون، ربما أن الخيار الديمقراطي الذي هو يعتبر من ثوابت الأمة المغربية يشكل محور أساسي في تصور هذه الأحزاب. ثم أن ربما وقع اختلاف، إذا عدنا إلى مذكرة الحزب الاستقلال فنجدها أنها تعطي تصورا حول ما بعد الجائحة، أي ما هي الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل إعادة أو أن تشكل انطلاقة حقيقية لما بعد كورونا، و فيها جميع المستويات الاقتصادية السياسية الثقافية الترابية، وهي في الكثير من النقاط، لأن قارنتها مع مذكرتها التي قدمتها أمام لجنة النموذج التنموي، لاحظت أن هناك انسجام ما بين المذكرة الأولى وهذه المذكرة، مع أنها تركز بشكل كبير على بعض القطاعات بشكل أكبر، وإن كان في المذكرة الأولى كان هناك حضور مثلا للتعليم وكذلك حضور كبير للصحة، ولكن الآن أصبحت مذكرة حزب الاستقلال تولي أهمية كبرى لهذا القطاع، ولكنها لم تتحدث عن الوضعية الحالية، وخاصة الحديث عن رفع الحجر الصحي، أو أنها لم تعطي أولوية كبيرة بالنسبة لقانون المالية التعديلي الذي تناقش، في حين أن حزب العدالة والتنمية في مذكرته أنه ركز على هذه العناصر ككل، ركز على رفع الحجر الصحي، ركز على الجانب القانون المالي التعديلي، بالإضافة إلى رؤيته لما بعد الجائحة، وهو كذلك أنه لم يخرج عن تصوره الذي قدمه في إطار نموذج التنموي، ولكنه ركز بشكل كبير على القطاعات التي أصبحت اجتماعية بشكل كبير، في حين أن حزب التقدم الاشتراكية ركز على مسألة التعاقد السياسي، ونعتبر أنه مدخله أو الاعتماد على المدخل السياسي كأساس لإعادة الحركية للاقتصاد الوطني وللأنشطة الاجتماعية إلى غير ذلك، هو اختيار أو خيار اعتمده حزب التقدم الاشتراكي، وهو ينسجم كثيرا مع مرجعيته، لأن
الكثير من المداخلات لقيادات حزب الطقس الاشتراكية نجد أنها تؤكد على هذا العنصر أكثر من العناصر الأخرى. شكرا لك. ولكن على عموما أعتبر أنها دينامية إيجابية. نعم واضح الفكرة. شكرا لك دكتور محمد عمران بخمز المحلل السياسي، كنت ضيفنا هذه الليلة.